هذا السائل عبد الله يقول: بالنسبة للجهر بالبسملة ما حكمه؟ الجهر بالبسملة في الصلاة نعم. مخالف لما عليه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الأغلب، وفعل الخلفاء الراشدين ما كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وإنما كانوا يبدأون الصلاة الحمد لله رب العالمين. لكن قد يجهر أحيانا بالبسملة لا بصفة دائمة، وإنما بعض الأحيان. نعم.